انا حابب اقول ان احنا واثقين فيه ومستنينه ان شاء الله يوم 30 الساعه 11 مساء بتوقيت القاهره، واحنا حاصدين كاس دوري ابطال افريقيا. Yeah, thank you. You know, there's a lot of talk. There's a lot of mistrust. But it's part of the football. في كلام كتير وفي برضو عدم ثقة شوية، بس كده جزء من كرة القدم. لما مانشستر سيتي كان في الدوري الإنجليزي متصدر ب 14 نقطة عن ليفربول، ونزل من 14 نقطة واحدة مع ليفربول، ما كانش حد يتكلم عن ليفربول خالص. ما حدش اتكلم عن ليفربول. ما حدش فقد ثقته في بيب جارديولا او محرز او دي بروين، وقال ان هم مش كويسين. الويك اند ده الماتش الجاي ده محتاجين نقطه واحده بس الماتش الجاي وياخدوا الدوري، مع انهم اهدروا 14 نقطه قبل كده. بس شايف السيت حاب بتاعهم كان مليان، كل اسبوع بيجي يشجعهم برغم النقاط اللي كانوا بيفقدوها، واحنا مش بعيد قوي من لقب الدوري يعني. برضه دلوقتي خلينا بنركز في بطولة افريقيا، نحط نخلص منها بعد كده ونرجع من المغرب ان شاء الله، بعد كده هنركز في بطولة الدوري باذن الله، هنكسب الدوري ان شاء الله باذن الله، واحنا ان شاء الله كلنا خلفكم، وان شاء الله النادي الاهلي يعني بيكون بطل دوري ابطال افريقيا ان شاء الله مره ثالثه على التوالي. بالتوفيق. I'm long in football.